أخبار صباح بيتابع وضمن المحطة الأسبوعية، ومثل كل يوم بيكون في عنا محطة دايما مع سعفزين كلوب. مثل كل يوم تانين بجامعة الوايزة بيتم من خلاله عرض لأفلام وأيضا مناقشتها من خلال نقد سينمائي بإدارة أميل شاهين. ليالي بلا نوم أو سليبلس نايتس للمخرجة إليان الراهب، فيلم وثائقي بتعرض من خلاله قصص إنسانية عانت من جراء الحرب اللبنانية. خلينا نتابع تفاصيل هالتقرير. مريم السعيدي قضت ليله بلا نوم ناطره عوده ابنها بعد اختفائه بالحرب اللبنانيه، وأسعد الشفتري قضى ليلة بلا نوم عم بعيد أحداث عاشها بالحرب اللبنانية كمحارب مقاتل لسنوات. لقاءهم بفيلم ليالي بلا نوم خلق تواصل على صعيدهم الشخصي وعلى صعيد البلد، وما زال جرح الحرب عم ينزف وحقائق ظهرت بالفيلم البعض غض النظر عنها والبعض الآخر نسيها. فيلم ليالي بلا نوم العرض الأول له كان من حوالي سنة ونص ضمن مهرجان دبي السينمائي بالدورة التاسعة، وبعدها جال على مهرجانات مختلفة وشارك بمهرجان أيام بيروت السينمائية، وبعدها عرض بالصلاة اللبنانية. اليوم الفيلم عم بيجول على الجامعات اللبنانية، وكان له عرض خاص بجامعة سيدة الويزة، وتبع حوار مع المخرجة إليان الراهب والشخصيتين الأساسية بالفيلم أسعد الشفتري ومريم الصعيدي. يمكن لازم طاحش اكثر انه هالفيلم يكون موجود بالجامعات وبالمدارس، لانه عم بعملها الشغله بس يعني ما مش عملتها بس شغلتي وعملت انه ابرم فيها على الجامعات، بس عم بحاول قد ما في، لانه هيك طلع من الناس انه لازم الفيلم ينشاف اكثر، لانه يعني بركي بيستفيدوا منه خاصه الشباب اليوم انه يفكروا شوي قبل بأعمالهم قبل ما يحملوا سلاح وينزلوا على الشارع. يعني صور 100 ساعة وشوي وعلى 3 سنين ونص، وكل ما بشوفه بقول في عندي شيء جديد ينقال، وكل ما بشوفه بقول في شيء نحط يا ريت ما كان فيه. فبالنسبة للفيلم ما بيحدد بالنسبة لي أنا بالموضوع شيء، ولكن بتمنى أنه يفيد بالنسبة للجيل الصاعد، بتمنى أنه يفيد بالنسبة للأمهات. يعني ما بعرف كيف ممكن يخففوا من هالحقن المذهبي. بفاجئني كل مرة هو عمق التروما الموجودة بمجتمعنا من الحرب ومن التابويات، انه ما بنحكي عن هالموضوع، هذا سري كأنه ممنوع نحكي فيه لسببين. سبب واحد هو الخوف انه نرجع نستذكر الألم والى اخره ونمرقه لأولادنا، بدنا نحميهم نحمي الجيل الجاي عن من هالألم والوجع وكذا القصص هيدي. تاني شغلة ربما هو الحياة، الحياة شو شعنا وما تدخلنا وشو عملنا بالماضي. النقاش كان ممتع ومنوع، وكان الجمهور متحمس لمعرفة تفاصيل هالعمل والغوص أكثر بقصة مريم وأسعد، هالثنائي يلي قدر يخلق بلبلة. وسؤال المخرجة عن تفاصيل الفيلم وطريقة طرحه. هذا الألم دفع كثير من الناس أن يقولوا لا يجب أن يقال شيء، وخاصة أن احنا انتقلنا من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلم الأهلي بعد 1990. هذا اللي دفعنا أن نكتب أنا كتبت القاتل إن حكى، لدفع فيما بعد إليان أنه تعمل هذا الفيلم من خلال الاعترافات اللي عملها أسعد شفتري حول الحرب، من خلال الكتاب اللي عملته رجينا صنيفر، وخاصة في الرغبة بالخروج نهائيا من الحرب، ليس على المستوى السياسي وإنما على المستوى الأهلي وعلى المستوى الثقافي والاجتماعي. للأسف الشديد اللبنانيين بعدهم عايشين الحرب السياسية والحرب الطائفية والحرب المذهبية في كل مفاعيلها، لا ينقصهم سوى أن يعودوا يرجعوا يمارسوا نفس العمل اللي عملوه بحرب 15 سنة وكأنهم لم يتعلموا شيئا. العرض
الصوت أتى ضمن إطار عرض أفلام أسبوعية بالسيني كلاب بجامعة سيدة الويسة يلي بتنظمه الجامعة وبيديره الناقد السينمائي والأستاذ الجامعي أميل شاهين كل نهار تنين من أول الأسبوع. من غير ما أتفهم يا قلبي أنا متابع حلقتنا مع ضيفتنا لليوم نور فرح حداد. أهلا وسهلا فيك نور. حضرتك نائبة رئيس نقابة الأدلاء السياحيين بلبنان وأنت اليوم عاملة دليل بيئي سياحي كتير حلو صغير مهضوم بيقدر ينحط بالجزدان مثل ما كنا عم نحكي بالتعاون مع وزارة السياحة مش مستنين ولا منطقة بلبنان. خبرينا عنه. مزبوط. نحن عن جد يعني حبينا يعني بإطار هيدا الدليل أول شيء هو موجه أكيد هو باللغة الإنجليزية بس موجه كتير أول شيء للبنانية. نحن اليوم بنعرف إنه السياحة وقت نحكي السياحة اليوم بيقولوا لنا بعد في سياحة بلبنان كل العالم شوي متشائمة ما عندها هيك أمل كتير والحالة بس نحن منآمن بعدنا بلبنان وبنعرف إنه اللبناني ما بيستسلم واللبناني بيحب بلده وبيحب يبرم ببلده وفي مناطق بعد كتير في يبرم فيها اللبناني. بقى نحن على مدى طويل عملنا الدليل أكيد متوجه كمان للسواح الأجانب بس على مدى يعني قصير هلأ نحن أول ناس منحب نوجه لهم إياه هو اللبنانية بامتياز يعني حابين نشجع اللبنانية يتجولوا بقلب بلدهم يتعرفوا على بلدهم وهن يعني يساهموا بتنشيط هيدا القطاع اللي هو اليوم شوية عم يتعذب من الحالة. ووزارة السياحة اليوم كمان مع الوزير الجديد ميشيل فرعون كتير يعني ماشيين بهالخطة يعني حابين يشجعوا السياحة الداخلية والسياحة الريفية والبيئية اللي نحن اليوم عم نحكي عنها يلي بيركز عليها الدليل. مزبوط. الدليل بيركز عليها الدليل يعني بالإطار وبالمضمون كتير حلو مقسم واضح. زيارات أول شيء للمناطق الحرجية مش هيك بالأخضر؟ مزبوط. في القسم الأخضر كل شيء سياحة خضراء كل شيء بالجبل معقول تعملوا نشاطات يعني من التنقيب بالمغاور للتسلق للدروب الجبلية يعني كمان الدراجات وكمان ضمن الدليل نحكي كتير بنعطي معلومات عملية ونصايح كمان توعية يعني نحن كمان من خلال هيدا الدليل منحب نوصل رسائل للناس اللي بتتجول كمان ببلدها انه مثلا في كمان رسائل يعني بيئيه نحن منحب نوصلها توصل من خلال هيدا الدليل. نعم. من خلال الكاركتير اللبناني كمان الكاركتير اللبناني كنا عم نحكي عنه بيرافق القارئ يعني كل الوقت وهو بيعطي نصايح وبيعطي معلومات هيك عمليه ومهضومه عن كل هال خلينا نقول انه حتى المحلات الصغيره مذكوره يعني بابعد ضياء عن الازاز صناعات اليدويه وغيرها وحتى الناس اللي فيهم يساعدونا وين ما نروح. نحن بدنا نشكرك نور ونقول لك مبروك يعني الكتاب. تحب تقولي شيء؟ كنت بس حابه كمان بس اقول بشكل سريع يعني عن الاقسام يعني الازرق هو كل شيء بيتعلق بالسياحه الزرقاء يعني كل شيء بيتعلق بالمي وبالبحر وبالينابيع السياحه الريفيه اللي هو اكبر قسم اللي هو كمان كنت عم بتقول في الحرفيات في المهرجانات بالضيع في إطاف الموسمية والقسم الأورانج البرتقالي هو كل شيء عملي يعني كيف ينظموا الأشخاص من يوم لجمعة لأكثر لشهر رحلات ومن أبسط الإمكانيات لأغلى كمان المشاريع يعني كمان هيدا الدليل يعني بيعطي معلومات عملية لكل شخص بيحب يتجول ببلده من أبسط الإمكانيات لا إيه. أكثر. نحن بدنا نقول لك مبروك ونزيد على الكتاب. أهلا وسهلا فيك نور فر. شكرا لكم. حتى شكرا لحضورك. فاصل ونرجع لأخبار الصباح.